السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج حياتنا. حياتنا مليئة بالمفاجآت، حياتنا مليئة بأشياء كتيرة جدا، ممكن حاجات بتبقى مضت وحاجات حاضرة وحاجات مستقبلية. المستقبل لا يعلمه إلا الله، ولكن هناك من يضع المستقبل في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستقي منها أن هناك بعض الأشياء ستحدث بأمر الله في المستقبل القريب. عن الحوار في هذا الأحداث التي تحصل في مستقبلنا القريب هيكون موضوع حلقتنا اليوم مع الباحث أستاذ شريف محمد أمان الباحث الإسلامي. أهلا بك أستاذ شريف. أستاذ شريف، المستقبل بيد الله ومحدش بيقدر يتنبأ باللي جاي إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الغيب ويعلم ما في الأرحام. ولكن حضرتك من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بتقدر تستقي منها بعض الأشياء اللي ممكن تقول ده هيحصل في المستقبل القريب. ومن الأحداث اللي احنا هنبدأ بيها هي حدث الساعة، وهو الكورونا. الكورونا مرض أو فيروس أتى به الله سبحانه وتعالى في جميع البلدان، ولكن الكورونا بنلاقيه عامل هلع وعامل رعب وعامل خوف وذعر بين العالم كله، حتى الدول الكبرى عندها ذعر منه. ولكن الملاحظ ان الكورونا في البلاد الأوروبية يختلف عن الكورونا في البلاد الإسلامية والقارة السمراء. العالم كله بيسأل دلوقتي، أيوة، احنا بنسأل ليه منتشر هناك وليه الكورونا، وربنا يحفظ جميع البلاد، ولكن هو بنسبة أقل في الأرض السمراء والقارة السمراء عموما، يعني وقارة آسيا. يا ريت توضح لي وتحط لي الضوء على الكلام ده من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السنة الصحيحة إن التربة أو التراب الأسمر تربة أرضنا، وبريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن الله. بعض الأحاديث الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن لو ولج في إناء أحدكم كلبا فليغسله سبع بالتراب وسبع بالماء. ثبت في ألمانيا في مؤسسات طبية معلوماتية قوية جدا إن التراب قتل فيروس السعار بالفعل، وهو يعمل كمضاد حيوي ومضاد للبكتيريا من أقوى وأحسن المضادات، وقتلت الفيروسات والبكتيريا. عايز تقول إيه؟ إحنا العملية، إحنا في برهان دلوقتي قائم ما بين الناس كلها بتتكلم عليه في جميع السوشيال ميديا، بيقولوا الإحصائيات والنتائج اللي موجودة في مصر ضعيفة أو يعني ما بتؤخذش بالجد أو حصرها، لا حصرها تمام، علشان لو لا قدر الله انتشر المرض في مصر او فيروس الكورونا في مصر، كان يعني كنت هتشوف موتى كما يموتون. فالاحصائيات في الاصابه بالمرض ضئيله، ومن الله علينا بان الجو بتاعنا والغبار، وخاصه ان الدنيا شتت اليومين اللي فاتوا جامد جدا، فعمل غبار عن طريق العربيات، عن طريق استنشاق للناس للغبار، الغبار اللي هو التراب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه وثبت في الاحاديث الصحيحه ان هو، والله اعلم اللي انا بتكلم ده ظن راجح بالنسبه لي. واللي عنده، انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول وضع هذا الكلام في عين الاعتبار للباحثين الان. عرض فيروس كورونا للتراب، والله الذي رفع السماء بلا عمد ستجد نتيجة مبهرة. لابد ان احنا نتعمق في الفكر. هناك مفيش حاجة اسمها تراب، لان البلد كلها مضر. النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فتنة يصاب منازل المضر. كلمة منازل هنا مش ليست البيوت، منازل القرآن تحدث على ان المنازل هنا البلاد والقرى يصابوا ويقتلوا اكثر، وتصيب المضر اكثر من الوبر. الوبر اللي هم يعني زي مش مسفلين الطرق، يعني لعل ضره النافعه. لو احنا لاحظ استاذنا اوروبا المرض اجتاح فيها الناس واجتاح فيها البلاد والعباد بطريقه بشعه جدا. انا قصدي ان انت يعني حضرتك بتقول ان المدنيه والحضاره والرفاهيه
كانت سبب أساسي، ولكن الحضر والبيئة بتاعتنا العربية والبيئة الخصبة بتاعت العرب والتراب والأرض الخصبة هي عامل مساعد في أن المرض ده يقل في البلاد دي. قتل موجود موجود والنسب موجودة ويقتل المرض بمجرد أن هو الفرق بقى بيننا وبينهم المرض الفيروس أثبت العلماء بعد دراسة أن هو وزنه ثقيل بيقع على الأرض فبيأخذوه في الأحذية ويدخلوا البيوت وتنتشر العدوى في البيوت. طب إحنا عندنا حتى لو وقع على الأرض بمجرد وقوعه على الأرض بيقتل من التراب أنا متأكد من المعلومة بناء على يقيني في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي تحدث عن كل شيء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الموت الأبيض الموت الأبيض ويليه موت الأحمر. في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في علوم آخر الزمان تحدث عن الموت الأبيض تطرق إلى ذهني أن هناك دول عظمى. أنا أول مرة أسمع الموت الأبيض. ما هو موجود في الأحاديث الصحيحة. في أحاديث سيدنا حذيفة بن اليمان. اللي إحنا بحاجة دلوقتي لدراستها باستفاضة. علشان سيدنا حذيفة من حديث سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قد أظلتكم فتن كجباه البقر يهلك فيها أكثر الناس خلا من قد كان يعلمها من قبل. الحديث بيقول سيدنا حذيفة بن اليمان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تعرفك على الفتنة قبل حدوثها يخليك تتلاشاها أو تحط رجلك في المكان السليم كما فعل سيدنا يوسف في أهل مصر عندما استعد للقحط بعد 7 سنين والله سبحانه وتعالى من عليه باستشراف للمستقبل بس برؤى. إحنا هنا لا، إحنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي. حتى كورونا رسول الله والفيروس اللي موجود واحد يعني زي حالاتي قاصر الفهم ما كانش عنده المعلومة إلا ما طلت بدماغها. عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن كنت معتقد إن الموت الأبيض إن هو استخدام الفيروسات والمقربات دول تستخدمها ضد دول كسلاح بيولوجي فبمجرد ان هي طلت بدماغها وظهرت اتضح ليها الامر تماما 100% ان لا ده هو فيروس اجتاح العالم كله وهيسبب نسبة وفيات. مصر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها تكن فتنة أأمن الجند فيها الجند الغربي قال ابن الحمش وهي خاصصة لأهل مصر تكون فتنة أأمن الجند فيها الجند الغربي. كلمة الجند الغربي يعني إيه؟ ابن الحمش الصحابي قال ولذلك لفضل جند مصر على سائر الجند. أنا بتكلمش على بالأحاديث الصحيحة فقط. فإحنا دعوة دلوقتي إن الباحثين في هذا المجال يحطوا في عين الاعتبار إن التراب والتربة الأرضية المصرية وكل دول منابع النيل من عند اثيوبيا 9 إصابات وواحد حاجه غريبه ونيجيريا وبالتالي السودان هل عشان التربه الجو حر هناك؟ لا يا فندم استاذن حضرتك في النقطه دي تختلف معاك لسبب بسيط. اتفضل. ان ماليزيا وانا عشت فيها درجه الحراره لا تقل عن 42 حتى في طوبة هنا دينا بتبقى درجه الحراره منخفضه جدا. ماليزيا استوائيه درجة الحرارة عالية جدا فكتير من الناس بيقول لك درجة الحرارة هتأثر على ما هو في بلاد درجة الحرارة فيها مرتفعة سقطت هذه النظرية والفيروس مسيطر واخد بال حضرتك فيعني الله المستعان دعوة للباحثين في هذا المجال الوقت يعني لا يتسع عايزين نعرض الفيروس للتراب شوفوا النتيجة المبهرة واعلموا ان الفقير الى الله اول من قالها لم تسمعها من احد غير فضل الله يعني انت حضرتك إن سمعتها تاني تعرف ان الفقير الى الله اول واحد قال انت حضرتك لعل الله يفيد العباد والبلاد يا رب. انت بتدعو الباحثين وبتدعو المختبرات العلمية ان هي تركز في موضوع التراب ان هو يكون عامل مساعد زي انتي فيروس او مضاد حيوي انتيبيوتيك للفيروس نفسه ان هو ممكن يقضي على الفيروس ده في المستقبل القريب يعني او في هذه الاول تمام يا فندم تمام شيء يشبع العقل اصلا اللي يسمع الكلام ده يشبع عقله حتى لو احنا معناش ادله ولا احنا بنختبر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم حاشا لان احنا بنختبرها ده احنا هي عمليه زياده ايمان للاحاديث لما الرسول صلى الله عليه وسلم يجي يقول اذا ولج الكلب في اناء احدكم فليغسله بالتراب ويغسله 7 مرات يعني ليه حط التراب الاول يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار اللي احنا ندعك بالتراب الاول قبل ما نغسل الميه
هل ده تأكيد للكلام اللي انت بتقوله؟ الله يعز حضرتك. لا ينطق عن الهوى، علمه الله جل جلاله ان التراب يقتل فيروس السعار، السعار فيروس ومن اشرس الفيروسات ده، بيؤدي للوفاة ويؤدي الى الوفاة، ولو ما تعالجش ب 21 حقنة في بطنه يعني علاج مكثف وفي المستشفى يعني عفانا أخطر الله اكتر من كورونا، يهبها بيبقى اخطر من كورونا. اذا الفيروس قوي جدا يعني كل الادلة، وبعد الباحثين وبعد ما قرانا ابحاث لقينا الفيروس اللي موجود دلوقتي ضعيف، لو مناعتك قويه شويه ما بي يعني بيظهر عليك اعراض بسيطه وبيعدي، اما كبار السن والمشاكل اللي حاصله هو مميت بس ضعيف. ضعيف. طيب هنتقل معاك بقى لنقطه تانية. احنا خلصنا من كورونا واشرنا بالبيان الى ان التراب عامل اساسي، وحضرتك عملت دعوه للباحثين ان هم يركزوا في التراب انه ممكن يكون سبب في ان فيروس كورونا ده يعني يندثر ان شاء الله ان شاء رب العالمين. الله. طيب من الحاجات اللي حضرتك كنت بتبحث فيها وبتتكلم فيها الشيعة، واتكلمنا عن الشيعة واتكلمنا عن السنة، عملنا حلقات عملنا حلقات 2016 اقسمنا بالذي رفع السماء بالعمد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقينا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك اندلاع لمشكلة سنية شيعية سوف تؤثر على اقتصاد بلاد الحرمين السعودية. وكنا قد تكلمنا كثيرا في حلقات 2015 و2016. كثير من الناس كانوا يقولوا انت مثير للجدل. كنت يعني بكلم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن ان الشيعة هيحاولوا استهداف الكعبة مرة واثنين وثلاثة وبعدين يصيبوا الكعبة بأذى. هو حصل قبل كده، حصل قبل كده من زمان، والشيعة اللي موجودة في الجنوب اللي هو رئيسهم عبد الملك بدر الدين الحوثي هذا النجس الشيعي المشرك كب يعني حاول استهداف الحرم عدة مرات وهو لا يزال يستمر. كنا اتكلمنا على ان ده هيحصل في وقت، في ذلك الوقت كانت البلاد الحرمين آمنة مطمئنة، اقتصاد قوي، من يقول ذلك يقول عنه مجنون. الآن الوضع اختلف. يعني صح إسقاطي في هذا الحديث وهذه الأحاديث، وبرنامج علامات حسنة، سلسلة علامات حسنة بتتكلم باستفاضة بالدليل، لا أتكلم من عندي نفسي قط. وتكلمنا يعني أن في ظل المشكلة السنية الشيعية التي تندلع يحصل انقطاع في النيل في مصر، يحصل انقطاع في النيل في مصر. دلوقتي ظهر على السطح تعنت اثيوبيا في انقطاع السد، سد النهضة، ودي مشكلة. يعني السنة والشيعة دخلونا في المية. الاحاديث وجبت الاحاديث نفسها وجبت ان في ظل انقطاع النيل في مصر في مشكلة سنية شيعية حاصلة، والشيعة هيسببوا اذى لبلاد الحرمين في مقدساتها، الشيعة الأنداس المشركين، وإن ما حدش هينقذ السعودية من المشكلة إلا هتتفاقم في المستقبل كمان شوية. في علامة واحدة بس باقية، العلامة دي إن تحققت جاء الذي نحذر منه كاملا مكملا، ليس يعني إرهاصات أو بدايات أو ده مؤشرات إن ممكن يحصل، لا. العلامة الأخيرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ان الكلام ده يحصل، كله ياخد حذره بقى في الوقت ده، ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن حديث صحيح من حديث عبد الله ابن عباس حبر الامه وترجمان القران. النبي صلى الله عليه وسلم احتضنه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. سيدنا عبد الله ابن عباس تكلم عن الكويكب ذو القرون او الـ او الـ او الـ او المذنب، تكلم على ان في حاجه بتهدد الارض وبعض الملابسات اللي موجودة دلوقتي، جميع وكالات الأنباء الفضائية دلوقتي، ناسا وروسيا، وتحذر الآن، انتشر هذا الأمر. طبعا احنا اتكلمنا في الكلام الموضوع النيزك والكويكب الكويكب ذو الذنب، اتكلمنا عنه 2016 و2015 زي ما قلت لحضرتك. وكانت العلامة ان يبدأ رمضان بيوم جمعة، العلامة الأساسية لأن الكويكب يضرب الأرض او النيزك او الشهاب ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه، ان يكون رمضان يوم جمعه، يبدا بيوم جمعه، و15 رمضان بالتالي هتبقى يوم جمعه، ورمضان اللي جاي بيبدا بيوم جمعه،
و15 رمضان يوم جمعه، عايز تقول ايه؟ عايز اقول النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في اثار كثيره جدا. ان اذا واكب شهر رمضان يوم الجمعه فخذ حذرك. بس برضو لحضرتك برضو في قبل كده جانا رمضان في يوم جمعه، يعني ممكن في من كام سنه جه رمضان جه رمضان في يوم جمعه قبل كده ويعني الناس ما شافوش حاجه، هل ده لسه برضو هيحصل قدام ولا على المدى لسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو قال ارتقب، يعني ارتقب. خد حذرك في الوقت ده لان الساعه ضحى من يوم الجمعه، اذا صليت يوم الجمعه الساعه اللي هي على الساعه او الساعه الساعه اللي ورا الضحى بعد صلاه الفجر في ذلك اليوم لابد ان الناس تخش بيوتها، وزي ما الناس بتعمل حظر هو دلوقتي الوكالات اللي موجوده دلوقتي بتحذر ان في كويكب يقترب من الارض ويهدد الارض. تمام. وعايزين يعرفوا ميعاده امتى. تمام. عايزين يعرفوا ميعاد الكويكب ده يصوب الارض امتى، وقالوا في شهر 4. انا بتكلم وكالات انباء عالميه قويه جدا، ناسا وروسيا بتتكلم ان هو في شهر 4، لان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذا في الحديث الصحيح خرجه ابن كثير وحكم عليه انه صحيح وصححه الذهبي، وجه في الطبري في جامع البيان عن ابن ابي مليكه رضي الله عنه: غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال رضي الله عنه: ما نمت ليله البارحه. قال: ولما؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت ان تكون ايه الدخان قد تركت، فما نمت حتى اصبحت. الحديث الصحيح حبر الأمة وترجمان القرآن يتكلم عن أن هناك كوكب ذو ذنب عنده خبر به من النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا في الصحيح إن هو هيسبب آية الدخان. طب آية الدخان دي إيه آية الدخان؟ نرجع لسيدنا حذيفة بن اليمان لأنه أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم والعالم يعني البروفيسور في علم الفتن والملاحم، علم اخر الزمان. لما نتكلم سيدنا حذيفه بن اليمان قال: اول الايات خروجا الدخان، ويليها الدجال. انت دلوقتي هتقول الدجال وايات، انت تكلمني على نهايه الزمان؟ لا، الزمن هنا نسبي. نسبي ازاي؟ يعني ما بين الدخان، في احاديث بتثبت ان ما بين حدوث الدخان الايه اللي هي الاول الايات حدوثا، والدجال في احاديث بتتكلم ان هي فتره طويله جدا تتخطى 70 عاما. في الحديث الصحيح: وان يكن لهم دينهم يكن لهم 70 عاما. فمش ورا بعض الايات بتحصل. احنا بنحذر من مكاننا ده دلوقتي يوم الجمعه 15 رمضان، رمضان هيبدا بيوم جمعه بعد صلاه الفجر. احنا سمعنا كلنا من يومين صوت قوي جدا، تثبت ان الصوت انتشر في جميع انحاء العالم، ما هوش تفريغ هوا زي ما بيقولوا، ولا طيران. لو طيران اللي مش في ايطاليا هيسمعه، ولا اللي في فرنسا، ولا اللي في امريكا، تثبت ان العالم كله سمعه. ودي اشاره قويه. والله اعلى واعلم، ربنا يعدي اليومين دول على خير. احنا داخلين على ايام صعبه شويه، بس بشاره من النبي صلى الله عليه وسلم لاهل مصر ان مصر والله الذي رفع السماء بلا عمد، والله الذي رفع السماء بلا عمد، ان مصر تكون من الدول العظمى خلال سنه ونص ولا سنتين من هذه الاحداث. لما سيفتح الله عليها من خيرات وزراعه الاراضي، ويعني احنا هنبقى اغنياء بالزراعه، احنا هنبقى اغنياء بالزراعه، عندنا ارض، وهنحل مشكله الميه جذري ان شاء الله بامر رب العالمين. ربنا يبارك في مصر وشعب مصر ويعدي الازمه دي على خير. آمين. ان شاء الله. آمين. آمين. واتمنى من حضرتك ان شاء الله ان يبقى في حلقات اخرى نتكلم فيها عن الحاجات اللي ممكن حضرتك تضيفها للناس وتقول لهم الشيعة، والحاجات اللي المخططات بتاعت الشيعة، والحاجات اللي ياخدوا حذرهم منها، على اساس نبقى عارفين الشيعة هل بيضروا السنة، هل هم بيضروا كل ما من حولهم وعايزين ان هم يسيطروا ولا لا،
كل الحاجات دي ان شاء الله هتبقى في سلسله حلقات جايه ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى حضرتك تكون معانا في اللي جاي ان شاء الله في برنامج حياتنا. تشرفت بحضرتك واتمنى ان شاء الله تكون معانا ان شاء الله في حلقات ان شاء الله. ان شاء الله اعزائي المشاهدين، لا يسعني الا في نهايه هذه الحلقه نتقدم بالشكر للاستاذ شريف محمد امان الباحث الاسلامي، على امل ووعد ان يتجدد اللقاء في حلقات اخرى. كان معكم هاني الفرماوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.